السلام عليكم. اليوم راح اشرح لكم اسهل طريقة لتحويل ال MP4 ل MP3، يعني اليوتيوب لل فيديوهات اليوتيوب ل MP3. طبعا نروح على جوجل، نكتب يوتيوب تو MP3، نختار اول موقع اللي هي يوتيوب داش MP3.org. تكتب الرابط الخاص بك من هنا مع اليوتيوب، تعطي تحويل الفيديو فيعمل عملية معالجة للفيديو. لاحظ هنا وصف عن هذا، طبعا بكل اللغات. هذا هو الفيديو، يعني يعطيك اسمه باليوتيوب ومعالجة الفيديو والمدة مالته طبعا. فيعمل تحويل للفيديو، يعطيك هنا تحميل، تختار تحميل، فيطلب من هناك التحميل، تعطي سكيب ذيس ادز. لاحظ هذا الفيديو نفسه بصيغة MP3، تعطي بعد التحميل وتحمل. اذا كان عندك اي سؤال استفسار علق بالتعليقات. لا تنسى الاشتراك بالقناة، لا تنسى فتح الرابط اسفل الفيديو. كل رابط تفتحه تاخذ على 1 دولار. افتحها جميعا، ومن تفتحها تخطي العنان. مع السلامة.